بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا أشكر القنوات المحترمة الحاضرة واهتمامها بهذا الموضوع الآني الذي أرق المغاربة. والموضوع في الحقيقة ماشي غير الموضوع ديال زيادة البوطة اللي غنتفرغوا له، وإن الموضوع هو صندوق المقاصة المستهدف، اللي هو طوق نجاة ديال شيء قليل وضئيل جدا من الكرامة ديال المواطنين. صدر البلاغ ديال وزارة الأقل المالية والاقتصاد مؤخرا، وقرينا البلاغ في الاتحاد المغربي. وقدمناكم نفسي أولا، محمد كيماوي رئيس الاتحاد المغربي لجمعية حماية المستهلكين ورئيس جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير. قرينا البلاغ، قريناه بواحد الحصرة، البلاغ اللي جاء بواحد المقدمة غزلية ركيكة جدا كما قلت في منابر أخرى، لأنهم مهدوا القضية ديال الإعلان عن الزيادة بالبوطة، مهدوا له بواحد المقدمة ديال الدعم المباشر، ديال التغطية الاجتماعية، ديال مخرجات العار، لا أقول أنها مخرجات الحوار اللي كانت ديال النقابات مع الحكومة. هادو كله دار واحد مقدمة المسألة هادي، عاد جايين على أساس باش يهضروا لنا على الزيادة ديال 10 درهم في البوطة، الزيادة غير هاد العام، جاية البوطة جايين آخرين. وهذا من السلوكيات وطريقة ديال الأداء ديال الحكومة. دائما ملي كيكونوا جايين بشي حاجة خططوها من عندهم وجايين ليها وعارفين بأن الشعب سوف يتضمر منها، دائما يمهدون بواحد النوع ديال الالتواءات وإجراءات وأقاويل وحديث وكلام المعسل وتسخير المنابر الأبواق اللي هي صالحهم، على أساس يمهدوا باش المواطن يمكن يستسيغ هذاك القرار ديالهم، لأن عرفوا بأنه مجعب. لأن غير القراءة ديالكم البلاغ، المواطنين قراوا البلاغ، راه البلاغ منشور في جميع الصفحات، شوفوا غير مقدمة ديال البلاغ، بالله عليكم اش العلاقة ما كاينة مقدمة البلاغ مع 10 درهم وما جايين لها؟ ثانيا، حنا في الاتحاد المغربي الموقف ديالنا باين، حنا كحركة صحيحية لثقافة الاستهلاك في المغرب، حنا ما مشيناش على غرار تفريخ الجامعات، جينا كحركة صحيحية لتصحيح مفهوم ثقافة الاستهلاك ومفهوم الاستهلاك في المغرب والدفاع عن المستهلكين. حنا في الاتحاد المغربي لجمعية حماية المستهلكين عندنا صوت واحد، عندنا مبدأ واحد، عندنا موقف واحد، أنه نستهجن ونرفض رفضا باتا المساس بصندوق المقاصة. هذا صندوق المقاصة اللي ماشي كانت فيه غير بقات فيه 3 مواد فقط، راه كانت فيه أزيد من 30 مادة اللي كانت فيه، كانت أي حكومة كتجي وإلا كتملص كتحيد مادة معينة كل مرة، وغالبا ابتداء من تاريخ تحرير الزيوت على ما أظن في النصف الأخير على الربع الأخير ديال سنة 2000 في التسعينات، آخر التسعينات. إلا أن الحكومة هذه عمرها ما مشات مسات المحروقات أو مسات الغاز، حيت عرفت بأنه باش تمس الغاز وتمس المحروقات مباشرة راك مسيتي العصب ديال الاقتصاد. خاصة حنا في المغرب عندنا القاعدة التجارية ما زالت هشة، ما زالت تنقصها الثقافة التجارية، ينقصها الوعي التجاري، طريقة التعامل، باقي عندنا ديك التجارة ديال الكارنية وديال الكارنية ودير ديال اللي بغيتي، ما ديرش إشهار، ماشي ضروري ديري إشهار أثمان، وجا قانون حماية رغم الإجراءات القانونية اللي دارت، باقي التجارة ديالنا قادة، كيف يعقل؟ تجيو تخليو المواطن ضحية في أيدي هاد الناس هادو. الحكومة قلنا لهم بأن الله يخليكم قضاء صندوق المقاصة خط أحمر، هما جايين على أساس تنفيذ التعليمات ديال صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي راه تدخل على أساس يحبسوا أي دعم مباشر للمواطنين، وثقوا بيا شي دعم مباشر بالضبط اللي عندكم راه مستقبلا غتجي فيه انتقادات ديال صندوق النقد الدولي ويقول لكم سمحوا لنا لولا الميزانية ما كتسمحش، وهذا غيتمرصوا منه، وغالبا شي يمكن يوقع مستقبلا والله أعلم. هاد القضية ديال الحكومة ديال وذكرناها في عدة منابر صحفية، وفايت لي أشرت ليها في القناة ديالي ديال منبر المستهلك، بأن الدعم المباشر راه مراورة فقط كيتملصوا من صندوق المقاصة. صندوق المقاصة اللي ما بقات فيه آنذاك في عهد السي بن كيران غفر الله له، هو اللي كان مفتاح ديال الفتنة وديال الفقر ديال المغاربة في هذا الإطار، ومازال يتبجح ويقول بأنه ندم حيت ما حررش الغاز، اندم وبواحد الجرأة بواحد هذه ما عيب عليك، عيب عليك تكون هذه الجرأة، واستاذ بن كيران على المغاربة
اللي الشريحه العظمى من المغرب عايشين بالسميك، عايشين بالدخل، الدخل المحدود، الحد الادنى للاجور. اذا الحكومه بالكيران جات وعرفنا بان بالكيران ماشي هو مدفوع باش يتخذ ذاك القرار، واللي كان موراه عرفنا شكون اللي كان موراه، راه كان عضو من اعضاء الحكومه اللي هو كيتزعم هاد الحركه ديال الحروقات في المغرب كامل، واللي وقف حد حاجز ما بين حاجز امام تعميم التسريح ديال تحرير ديال سمير، وباش تحرر المحروقات واللوبيات يديروا فينا ما بغاو. فعلا حرر المحروقات، وكاين مساله اخرى حررها بطريقه ما والمغاربه لم ينتبهوا لها، وقضيه الماء والكهرباء اللي قد يمشوا كيلعبوا على الاسطر، والمواطن كيقول الماغلا ولاو داروا بالشر. راه يا اخي داروا بالشر فقط ماشي 3 شهور، لان كون داروه 3 شهور وكون غوتوا المغاربه كلهم خرجوا للشارع، هما داروه بالشر باش المواطن يحس ديك الزياده اللي داروا في الماء والكهرباء، والان المواطنين ما لم ينتبهوا اليها. جا حيدينا الماء المحروقات، وجات هذه الحكومه هذه تكمل ما بقات. السلام عليكم. جاو حتى هما هما غيبداو بداو كيهددونا من البدايه من دمودة، راه كانوا منذ العهد ديالهم من البدايه ديالهم كانوا كيهددوا باش يوقفوا الدعم ديال الغاز وحيدوا السكر وحيدوا القمح، انما كان ذاك الغضب الشعبي ورده الفعل القويه ديال الشعب المغربي حسوا بها بان كتهدد السلم الاجتماعي، قالوا بداو كيرجعوا الله وقالوا لا حنا راه غادي نوضنا حنا كجمعيات. والغريب في الامر ان الجامعات ديال حمايه المستهلكين لم تتخذ اي اجراء، لم تخرج باي تصريح، لم تخرج باي بيان، على الاقل تندد بهذه قضيه المس وصندوق المقاصه. ملي كتسوق قضيه صندوق المقاصه بشكل كتمس الحكومه الجامعات كيرجعوا اللور، بقى الاتحاد المغربي ديالنا الوحيد اللي بقى في الساحه يواجه هذه المسائل هذه. كذلك الاحزاب انا كنهضر على الاحزاب اللي عندها مرجعيه، مرجعيه شعبيه. إلا كانت باقة وباقة فيها الحياة، فينا هما؟ فينا التدخل ديالهم؟ أنا كنهضر على النقابات، ما كنهضرش على النقابات اللي هي دخلت في المشكل ديال مخرجات العار اللي كاينة بينها وبين الحكومة، وكيقولوا بأنهم جابوا زيادة ديال 500 درهم، بالله عليكم حتى 1500 درهم، كنظنوا ديك 1500 درهم غادي تفك لنا المشكل ديال الغلاء والتسيب ديال التجار على المغاربة على القدرة الشرائية ديالهم، هاد التسيب الذي يجاوره ويرافقه عاد الزياده في الاجور الهزيله والمحتشمه عيب وعار، تجي تبقى تغلي على المغاربه، تضاعفت الاسعار ما يزيد عن 200 300 400% ولا 500%، وتجي تقول لهم انا غنعطيكم 500 درهم دوا 500 درهم بعد. اخويا 1000 درهم ديالك اش دايره؟ انت زدتي عليهم ما يقارب 2000 درهم في القفه ديالهم ولا 3000 درهم في الشهر ديال القفه ديالهم، وكتقولوا نعطيكم 500 درهم ولا 1000 درهم في الشهر، هو كنتحداكم انكم تستمروا في هذه المساله هذه. راه 500 درهم تقدر تكون، ولكن 500 درهم اخرى راه الا ما نضوا علينا المغاربه عاود تنص الزهر ما يمكنش تزال. هذا من جهه. فين هذه النقابات هذه؟ فين هذه الاحزاب؟ فين جمعيات المجتمع المدني الحقوقي؟ علاش ما نكونوا جبهه؟ واحد جبهه حنا بلادنا. انا لا انادي ولا احرض على الشوشره ولا على الفوضى، حنا بغينا نضموا واحد الحركه واحد الجبهه اللي يمكن توقف اوساط هاد اللوبيات هادو اللي تسيبوا علينا القدره الشرائيه في المغرب في التاريخ ديالو كله، لا الماضي ولا الحاضر، عمره ما عرف واحد النوع ديال التسيب كما كنعرفوه الان. كل لخطه كيشدوا السبه، الفلاحه شادين السبه بالماء، شادين السبه بالجو، شادين السبه بالميكروب دوك الطفيليات، شادين السبه بالميكروبات اللي كيكون مجموعه ديال المسائل حشو عليكم. كذلك المحروقات كتقولوا الاسباب، جات الازمه ديال روسيا مع اوكرانيا، الحمد لله بدات كتقد، بدا السعر ديال البترول في العالم كيتقد شويه، جيتوا عاوتاني قلتوا كاين الازمه عاوتاني ديال القضيه ديال الخليج ديال اليمن، الحوثيين قاعد كيقصفوا في البواخر ولات البواخر كدور، كل خطره كيقلبوا على سبب، بينما الحكومات العالميه فهمتيني ما مشاوش في هذا الاتجاه هذا اصلا، حكومتنا هي اللي غادي في الاتجاه، كانت حكومه عندها بغات تزيد، هاد الناس مراد، علاش؟ عندهم لا ما عندهمش حس لن يجسوا النبض المغربي، ما عندهمش النبض ديال المغاربه، لان حكومه اعمال، كيفاش بغيتي واحد ملياردير ارشي ملياردير يحس بك انت اللي كتشد السميك؟ فين عارف كاع واش عايش اصلا تما؟ هو كيعيش بالارقام، كتجي المندوبيه السمك تحط لها ارقام، والارقام كيمشيو على الارقام كيبداو يخطوا ويحطوا، بينما الارقام هي بعيده عن الواقع ديالنا. نرجعوا للموضوع ديالنا ديال البوطه، حنا البوطه كنقولوا بانه يستحيل انه باش تمس، وقلنا لهم راه خط احمر. دابا الاشكال هي الحكومه الموقره خصكم تعرفوا، وراه عارفين
وكديروا كانكم ما عارفينش. انا ملي اخي كتزيد في البوطه كتزيد فيها، راه ما زدتيش في البوطه بوحدها، راه البوطه كاين قطاعات هي مرتبطه بالبوطه، كاين الفلاحه اللي تعتمد على السقي بالبوطه، كاين حقول الدجاج اللي كتعتمد على البوطه، كاين المخابز والحلويات اللي كيعتمدوا على البوطه، كاين المطاعم والاسلاك الاخرين اللي كيعتمدوا على البوطه. وحددت وراح رقيش على ذلك عدة قطاعات، لأن هذوك الناس راه هما اللي تسببوا في الأزمة ديال صندوق المقاصة. السيد الوزير، السيد رئيس الحكومة، وهاد الناس ما حاسبتوهمش، ما حاسبتوهمش يردوا صندوق المقاصة الشيء اللي كلاوه على مدى عقود. لأن ملي كنسمعوا بأن في التقرير ديال جطو بأن أستاذ جطو بأن المقاصة دات لنا 250 مليار في 10 سنين، راه كنلقاو بان 40 مليار اللي كراش في الكلافي المواطن المغربي، ومازال داك المواطن المغربي مخلط مع داك المواطن اللي هو اللي عنده داك العيش الرفيع مخلط معنا. ايوا شكون اللي كان باقي 210 مليار؟ وهي الفلاحه، ومازالين الان كدعموا هذا القطاع الفلاحي. راه رغم انكم فشلتوا في داك الدعم وفشلتوا مخطط المغرب الاخضر، ومازال سايرين تتصرفون فيما العام حسب هواكم. ولهذا كنقولوا بان خص تكون هيئه وطنيه اللي غترق، ماشي قضيه المال العام في الجماعات المحليه، هذوك مسائل من تحت الا خصنا نطلعوا لفوق، خصنا غير نراقبوا المال العام في التدبير المال العام قبل ما يخرج للوجود في التدبير ديالو، التدبير الشؤون ديال الشعب، خصنا هيئات يمكن تنظم هذه المسائل هذو. ثانيا هاد الناس قبل ما يزيدوا في الشعر ديال البوطه، يا اخي قبل سير على الاقل قبل حنينا حنينا، واش انت حكومه؟ انتوما حكومه حنيونا، بغيتي ديروا زياده ديروا واحد الاجراء اللي غتحمينا من ديك التبعات ديال ديك الزياده. سيروا للقطاعات اللي كتستعمل البوطه، راقبوهم وحدشوا الاثمنه اللي دايروا، وفرضوا عليهم مذكرات واعطيوهم التعليمات على اساس ما يقيسوش السعر ديال اي منتوج عندهم يعتمد على البوطه. باش تا زدتينا 10 دراهم حنا غنشوفوها معاكم بطريقه اخرى، ولكن باش تخليو وتكونوا درع ديالنا، ولكن باش تحيدوا لنا الدرع وتخلوا صدور المغاربه وجيوبهم معرضه للتسيب والتسلط ديال 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 الفئه ديال التجار في المغرب، هذا الشيء لا نقبله. كان عليكم تمشيو تحرروا لنا الاسامير، حنا كنعرفوا بان عصب الاقتصاد هو الغاز والبترول. سيب الكيران حرر المحروقات، ضربنا تلصقنا وما دار حتى شي اجراء باش يحمينا من تام الزياده، ولا المغرب كلها تخبط في البقر. جات هذه الحكومه الجديده حتى هي بتحرر الغاز حتى هو تخرج عليه، رغم انه كيقول سمعت واحد التصريح ديال السي القجع حتى هو كيقول بانه راه قضيه البوطه راه خص موجهه باش تحمي المواطن، راه كاين المواطن اللي هو ما عندوش حق، اللي هو لاباس عليه، واللي هو في الاول في السمير الاخير، وعرفت هذوك كيعنيهم هما بانهم ما عندهمش الحق باش يستافدوا من البوطه، ولكن كيستافدوا منها. يا اخي الا كان هما ما عندهمش الحق نوض حاسبهم، ديروا اجراءات، ديروا اجراءات، فكروا، ابدعوا، ابدعوا يا اخي، كونوا حكومه ابداع، ما تكونش حكومه النقل والنسخ، كونوا حكومه ابداع، فكروا في اجراء بلا ما تدسوا الصندوق ديال الدعم ديال المقاصه، ولكن لا حيلة لكم مع صندوق النقد الدولي. هذا اذا كان عليكم تمشي تحرنا لسمير، لسمير يا عباد الله، ناض سي بيتاس حتى هو مسكين كيقول الناطق الرسمي باسم الحكومه كيقول بان القضيه ديال لسمير حيت طرح عليه السؤال كيقول بانها راه داخله في التصفيه القضائيه. يا اخي يا استاذ بيتاس رجع التاريخ شي شويه، شكون اللي كيتسال صندوق لسمير؟ شكون اللي كيتسالها؟ راه كيسالوها الجمارك المغربيه وكتسالها الابناك المغربيه. اذا يا اخي نهار جا الحكم ديال المحكمة أعطانا الحق الحكومة المغربية على أساس أنها تستغل الخزانات ديال سمير باش تفكوا من الأزمة، ما نطيحوش من الأزمة ديال البترول اللي حنا جايين عليها. كان بروكاج غير مرئي، كانت أيادي خفية اللي سهرات على أساس ذاك الحكم ما ينزلش الأرض الواقع. ودابا لسمير هي ما خدامة بحال ما خدامة، يلا الموظفين كيتخلصوا، ولكن الدور ديال الوطني خصها تقوم به ما قامتش به. ولو ان لسمير كانت خدامه لكل مغرب ليسونس غندوز ب 7 دراهم، ما نفوتوش 7 دراهم، 8 دراهم بعمق الازمه، ما نفوتوش 8 دراهم، ولكن ما داروهاش لان اللوبيات ديال المحروقات ما يمكنش ليك يسمحوا ليك، هما عضوا على البزوله وبقاو شادين البزوله وعارضين عليها، ما يمكنش يطلقوا ليها لان كيربحوا الملايير ومئات الملايير على ظهر الشعب المغربي. وعندنا حنا عباد الله مؤسسه لسمير يمكن تفك لنا هذا المشكل. هذا استغرب علاش ما ينوضوا وتدخل الجمارك وتدخل الابناك
وتخدم لها سمير وتبقى تخلص ما بدمتها لهاد الابناك ولهاد الجمارك باش نتفكوا منهم وتبقى لها سمير كمؤسسه رسميه لا تتحرك ولا يمكن ان تفوت الا باراده الشعب. خاصها تكون بالتصويت ديال الشعب ماشي حتى ديال البرلمان. البرلمان فيه اللعبه ديال الموالات والمعارضه. كان عليكم تمشيو تسقفوا الاسعار، على الاقل تسقفوا الاسعار، سقفوا الاسعار. واش ماشي من حقكم تسقفوا؟ يا عباد الله الحق اللي عطاني، عطانا القانون راه عطاه لينا ديالنا ديال الشعب المغربي. ما عندكش حق يا عيت الحكومه الموقره تبقاو تجتهدوا تفلسفوا قضيه ما ديروهاش. هذاك الحق ماشي ديالكم انتوما، انتوما غير خصكم تقوموا به. ويقول فصل 4 انه الا وصلت الاسعار لواحد المستوى فاحش من حق الحكومه تدخل بدون استشاره مجلس المنافسه، ومن حق مجلس المنافسه كذلك يدير واحد التوصيه للحكومه. ولكن الحكومه عندها يمكن الحق بلا ما تستشر مجلس المنافسه تنوض هي تسقف الاسعار. وعند الحاله الثانيه انه لو الاسعار هبطات واحد المستوى اللي هو جد متدني اللي كيهدد الاقتصاد المغربي، من حقها انها تدخل وتسقف الاسعار. حنا ما سقفناش اسعار، انتم ما سقفتوهمش، علاش ما سقفتوهمش؟ كان يحل لنا الازمه على الاقل نوعا ما، تخفوا على المواطن المغربي، تخفوا على الجيب ديال المغربي. لا انتم ما سقفتوا الاسعار. والطامه الكبرى انك الزياده اللي قررتوها مؤخرا باش تدعموا بها القدره الشرائيه ديال المواطن، راكم يا اخي نسيتوا فيها المتقاعدين، ماشي نسيتوهم، تناسيتم المتقاعدين، تجرأتوا وتعمدتوا على اساس ما يكونوش ضمن الاجراء ديال الزياده في الاجور. علاش المتقاعدين؟ شكون يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني؟ شكون يساهم في بناء الوطن الا هاد المتقاعدين هادو؟ وكاين المتقاعدين كيجري على ولادو، كيكون عند جداد ثلاثه عندهم، راه عندهم شواهد كبرى، كاين اللي عنده ليسونس الماستر الدكتوراه قاعد عنده في الدار، وهو اللي كيصرف عليهم مسكين، حيت الحكومه قداش توفر لهم الحكومه واحد العمل يكون مشرف، فهمتي؟ كيرد ذاك المتقاعد بالمنظر ديالو ديال التقاعد ديالو هي باش كيصرف، على الاقل ما يخليش ولادو يموتوا بالجوع. لا حق لكم، لا حق لكم. ولهذا اوصيكم ترجعوا بالقضيه ديال المتقاعدين، لان غتكون وصمه عار على الجبين ديالكم عبر التاريخ. ولهذا اقول لكم راجعوا انفسكم وقولي جامعات حمايه المستهلك عار عليكم، خصكم ترجعوا توبوا الى توبوا من غيكم. اجيو ساندوا المواطن المغربي، نوضوا انتوما ديروا بيانات، خرجوا ونادي جميع جمعيات حمايه المسكين بالمغرب. ما دوركم؟ ما نفعكم؟ ما نفعكم؟ يعني ما خرجتيش بحال المحطات هادو وسمعتوا الصوت ديالكم؟ راه ما هذيك ماشي شوشره، هذيك ماشي فوضى، هذيك راه ديمقراطيه، هذاك راه عمل وطني، هذاك عمل بناء الوطني تفاديا لكل ما يمكن يهدد السلم الاجتماعي. وأقول للحكومة اتقوا الله في هذا الشعب، اتقوا الله في هذا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.